بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها يا رب العالمين. تعرفوا شو هذا؟ قطع قماش بيضاء، مو هذا الكفن، هذا الذي سنخرج به من هذه الدنيا فقط، هذا الكل سيلبس هذا الكفن، قطعة قماش. انظروا إليه. أيها المبارك، أرعلي سمعك واستحضر قلبك، فإن حديث الروح للروح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. أيها الإخوة، الإنسان ومنذ نعومة أظفاره يبدأ بالتفكير بتأمين المستقبل، أليس هذا هو الشغل الشاغل لعقولنا؟ تأمين المستقبل، الدراسة، الوظيفة، السفر، الزوجة، الذرية، ثم بعد ذلك تأمين مستقبل الأولاد، وهكذا. وتراه يسعى جاهدا بفكره وقوته وكل طاقاته في سبيل تأمين هذا المستقبل. عبد الله، أنت، نعم أنت، كم عمرك الآن؟ 20، 30، 40، 50؟ ما هي أحلامك؟ ما هي أمنياتك؟ ما هي مخططاتك؟ ما هو المستقبل الذي تتطلع إليه؟ وما هي الطرق التي تسلكها لتأمين هذا المستقبل؟ أنا اليوم سأضع بين أيديكم خارطة للمستقبل ونصائح ذهبية توصلنا إلى ذلك المستقبل وتؤمن لنا ذلك المستقبل. لكن في البداية دعونا نستمع إلى هذا المقال الطيب من الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى. يقول الشيخ: قيل لي أدرس الابتدائي من أجل المستقبل، ثم قالوا لي أدرس الإعدادي من أجل المستقبل، ثم أدرس الثانوي من أجل المستقبل، ثم البكالوريوس الليسانس من أجل المستقبل، ثم توظف من أجل المستقبل، ثم تزوج وأنجب ذرية من أجل المستقبل. يقول الشيخ: وها أنا اليوم أكتب هذا المقال وعمري 77 عاما ولا زلت أنتظر المستقبل. يقول الشيخ: إن المستقبل ما هو إلا خرقة حمراء على رأس ثور يلحق بها ولن يصلها. ما هي أو ما هو إلا خرقة حمراء على رأس ثور يلحق بها ولن يصلها. فإن المستقبل إن أدركته أصبح حاضرا، ثم يصبح هذا الحاضر ماضيا، ثم تستقبل مستقبلا جديدا، وهكذا. إن المستقبل الحقيقي، يقول الشيخ، إن المستقبل الحقيقي هو أن ترضي الله تعالى وتدخل جنته
وتنجو من ناره. هذا هو المستقبل الحقيقي، أن ترضي الله تعالى وتدخل جنته وتنجو من ناره. وإلى هذا المستقبل وجه ربنا سبحانه وتعالى أبصارنا وعقولنا وأفئدتنا في كثير من آيات كتابه الكريم. فقال سبحانه وتعالى، نوحد الله، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ثم ماذا قال؟ ولتنظر، هذا المستقبل، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وغد يعني يوم الآخر، يوم الآخرة، يوم القيامة. قال الله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. هذا كلام خالقكم سبحانه وتعالى. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. طب وين المستقبل؟ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان يعني الحياة المستمرة الأبدية، أما هذه الدنيا فانية، ستزول، ستمضي بسرعة. اسمعوا إلى هذه الآية العظيمة التي لخص الله سبحانه وتعالى فيها الحياة. آية واحدة لخصت الحياة، آية عظيمة والله تزلزل القلب. قال سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله أكبر. هذه الآية لخصت الحياة، لخصت الحياة كلها. قال: كمثل غيث، يعني غيث مطر نزل من السماء، فأعجب الكفار نباته. الكفار هون مو يعني المشركين، لا، الكفار هون يعني الزراع، الفلاح، يسمى في اللغة الكافر. كافر شو يعني؟ الذي يكفر البذار، بغطي البذار في التراب، يعني يكفر البذار في التراب. يعجب الزراع نباته. الإنسان أول شيء بيكون ضعيف، بيصير شاب قوي، تمام؟ بعدين قال: ثم يهيج فتراه مصفرا. وهكذا الحياة، مهما اشتدت قوتك وكثرت أموالك ثم يهيج فتراه مصفرا، بيبس هالزرع، ما في زرع رح يتمع حاله، ثم يكون حطاما. الموت، لا بد من الموت، ولا بد من الشيخوخة ومن الضعف. ايه وبعدين؟ قال: وفي الآخرة عذاب شديد، أي لمن عصى الله. وبعدين: ومغفرة من الله ورضوان لمن أطاع الله. ثم ختم الآية قال: وما يا ناس، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ماذا قال بعدها مباشرة؟ الآية التي تليها قال: سابقوا. لوين؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت
للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا هو المستقبل عباد الله. الله تعالى يقول كل نفس ذائقة الموت كلكم ستموتون، الكل، مو عم تفكر بالزوجة الزوجة ستموت والأولاد سيموتون والعمارات هذه ستصبح تراب، كل شيء سينتهي، كل نفس ذائقة الموت. إيه بعدين؟ وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، هناك ستجدون نتائج ما عملتم، حياة أبدية هناك. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة الكرام والأمة من بعدهم على هذا المعنى العظيم، أنه ينظر لوين؟ للمستقبل الحقيقي، مو المستقبل اللي نحن عم نفكر فيه. أغلب الناس اليوم اللي شاغل شغل الناس اليوم ويغفلون عن هذا المستقبل، كان يربيهم على هذا المعنى. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على حصير. تخيل سيد الخلق حبيب الحق نام على حصير. قال: فقام فأثر في جنبه، يعني علم في خاصرته في جنبه، فقالوا: يا رسول الله هلا جعلنا لك وطاء، يعني فرش غطاء شيء تنام عليه سميك، يعني هلا جعلنا لك وطاء. اسمعوا ماذا قال حبيبنا النبي، قال عليه الصلاة والسلام: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. هذا المثل اختصر الدنيا، راكب مسافر حط حاله قاعد تحت شو ظل شجرة، الشجرة هي الدنيا، ظل الشجرة الدنيا، ايه راح يتم هون يخلد؟ لا، ثم تركها وراح. مو يعني هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم النوم على الأسرة والفرش، لا أبدا، هذا مباح، لكن أراد أن يصرف قلوبهم إلى ما هو أعظم من ذلك، أن يزهدوا في هذه الدنيا، أن يتطلعوا إلى الآخرة، لأن الأمر سريع جدا، ما هي إلا لحظات ونكون أين؟ في القبور. ألهاكم التكاثر، شوف، ألهاكم التكاثر، تكاثر في أموال وأولاد حتى زرتم المقابر. لا بد من هذه الزيارة للجميع بدون استثناء، حتى زرتم المقابر. مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما على جماعة من الصحابة يصلحون خصا لهم، والخص هو بيت من قصب، بيت من شو؟ قصب، مو بيت من لولو وزبرجد، قصب قصب. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تفعلون؟ فقالوا: يا رسول الله نصلح خصنا فقد وهى، نصلح خصنا فقد وهى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. الله أكبر، ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. كمان مو يعني أنه عم يحرم علينا نعيش في القصور وفي البيوت وكذا، عم نقول بيت من قصب، لكن يغرس هذه المعاني في قلوب الصحابة حتى يبقى ذكر الموت دائما ملازما لهم، لأنه الأمر سريع جدا، ممكن تموت قبل أن تسكن في بيتك هذا الذي أفنيت عمرك وأنت تبنيه، ممكن الطالب يموت في يوم استلام شهادته، الأمر سريع جدا يهجم بغتة. قال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. سبحان الله.
في يوم الأيام يضع حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتف عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ويقول له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الإنسان لما بيسافر مشان يشتغل وكذا دائما نفسه تتطلع لوين؟ يرجع لبلده، مظبوط ولا لا؟ يعني إقامته ما أنا دائما هنيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عم يقول لأنه الحياة هاي ما أنا الموطن الأصلي، أنتوا راح تسافروا لوين؟ للآخرة، إلى دار القرار هنيك. أما أنت هو مجرد زيارة، حتى روحتك على المقبرة شو مجرد قال حتى زرتم المقابر، زرتم المقابر مجرد هو عالم البرزخ زيارة، ثم تنتقلون إلى اليوم الآخر، هذا خلاص يوم آخر ما عاد في بعده يوم، دار القرار. على هذا المعنى تربى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم تلاميذة محمد الذين تخرجوا من مدرسته صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا به يا رب، اللهم اجمعنا به في عليين. دخل رجل على أبي ذر، أبو ذر صحابي جليل، دخل رجل على أبي ذر فأخذ يقلب بصره في بيته فما وجد فيه متاعا. الله أكبر، ما في متاع عنده، يعني ما في فرش، ما في عفش، ما في في حصيرة هيك وسفنجة بينام عليها وكذا، انتهت القضية. فقال له: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ فقال أبو ذر، اسمعوا الكلمات التي تكتب بماء الذهب، فقال أبو ذر: إن لنا بيتا نرسل إليه متاعنا الصالح. فهمناها ولا لا؟ البيت وين هو البيت؟ الآخرة. إن لنا بيتا نرسل إليه متاعنا الصالح. ترى هنا هي العفشيكة معلش رايحة رايحة. فقال له الرجل، فهم قصده، قال: يا أبا ذر، إنه لا بد لنا من متاع ما دمنا في هذه الدار. فقال أبو ذر: إن صاحب البيت لا يدعنا. صاحب البيت مين؟ الله، الله جل في علاه. والبيت يعني الدنيا. شوف شوف الكلمات، شوف التربية، شوف قلوبهم بشو معلقة يا أخوان، قلوبهم بإيش معلقة، إلى ماذا يتطلعون وإلى ماذا ينظرون. إن صاحب البيت لا يدعنا. في صحابي جليل اسمه ربيعة ابن كعب الأسلمي، قديش عمره؟ 17 سنة. كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، تشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكافئه، كان يحضر له وضوءه ويجيب له حاجاته للنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يكافئه. اتذكروا قديش عمره؟ 17 سنة، فقير ويخدم النبي، ولا حسب ولا قبيلة ولا ثروة أبدا. فقال: سلني يا ربيعة أعطك، اطلب واتمنى. لو هالسؤال هلا وجهناه للشباب بكل صراحة، ايش راح تكون الإجابات؟ زوجة حسناء، دولارات، قصور، وظيفة مرموقة، هذا أول إجابة مباشرة، هذا في الغالب، عم نحكي في الغالب. فشو قال ربيعة؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أو غير ذلك يا ربيعة؟ أسألك سؤال آخر، بده يكافو. فقال: هو ذاك يا رسول الله. خلاص انتهت القضية. في رواية أخرى، في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلني يا ربيعة أعطك. فقال: يا رسول الله أمهلني، خليني أفكر، ترى بدي مثل أضرب ضربتي، يعني بده هيك شيء تقيل. فراح ورجع بعد فترة فقال: ها يا ربيعة، سلني أعطك. فقال: يا رسول الله، أسألك أن تشفع لي عند ربي فيعتقني من النار. فقال: يا ربيعة، من أمرك بهذا؟ شيء عظيم اللي عم تطلبه أنت.
فقال يا رسول الله والله ما أمرني به أحد، ولكني تفكرت في هذه الدنيا فرأيتها زائلة، فرأيتها زائلة. سبحان الله، يعني أي طلب راح أطلبه تمام، ولو كان قصر ولو كله راح يروح. شفتوا شو صار بالزلزال؟ شفتوا يا أخوان أصحاب العمارات؟ طارت العمارات، ذهب. شفتوا اللي طالعوا 87 كيلو ذهب من تحت الركام؟ راح صاحب الذهب، وراح بيت صاحب الذهب، وراحت عيلة صاحب، كله راح. فرأيتها زائلة ومنقطعة، فقلت أسأل رسول الله لآخرتي اللي راح يبقى. قال فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا، ثم قال إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. ليش؟ لأنه هذاك المستقبل مو بالتمني، بالعمل. الجنة درجات، ما بين الدرجة والدرجة ما بين السماء والأرض. لكن اللي بيروح بيبيع نفسه في سبيل الله ويقتل في سبيل الله مثل القاعد، اللي بيقوم الليل مثل النايم، اللي بيتصدق مثل اللي بيبخل، لا، هم درجات عند الله. سباق، انت عم تأمن مستقبلك من الآن، هيك تأمين المستقبل. سبحان الله. في تابعي جليل، صلينا على رسول الله، في تابعي جليل اسمه أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى، كان لا ينام من الليل إلا قليلا، قيام ليل، اجتهاد في العبادة، وكان يضع صوتا في مصلى. الصوت يعني الكرباج. ليش الكرباج هذا؟ حتى إذا فتر عن العبادة أخذ الصوت وضرب قدميه ضربة أو ضربتين حتى ينشط إلى العبادة، ويقول قولته الشهيرة: أيحسب أصحاب محمد أنهم سيسبقون إليه؟ والله لنزاحمنهم عليه زحاما. أيحسب أصحاب محمد أنهم سيسبقون إليه؟ والله لنزاحمنهم عليه زحاما. شوف القلوب بشو متعلقة، سباق إلى الآخرة. سبحان الله. على هذا المعنى تربوا عباد الله، تربى أصحاب النبي، ووجهنا ربنا سبحانه وتعالى. مو هذا الكلام يفهم منه انه خلاص نقعد في المساجد، انت عم تقولنا يا شيخ انه ما نفكر بمستقبل وما نتزوج، لا، مو هيك معنى الكلام ابدا. هذا مستقبل دنيوي لا بد منه، تتزوج وبتفكر تفكر بالزوجة، وتفكر بالشغل، وبتجتهد بدراستك وبالسفر وبالعمل، لكن شو نحن نقصد من هالكلام هذا؟ انه يكون همك الاكبر هو الآخرة، وان توظف عملك في تأمين ذلك المستقبل. كيف يعني؟ معي مال انفقه في سبيل الله واشتري به من الان اراضي في الجنة وقصور في الجنة. اما انت عم تشتري قصور وعقارات في الدنيا، هذا راح يبقى هون وراك. اما اذا عم تنفقه في سبيل الله، عم تأمن في مستقبلك. أولادك مشروع لك في المستقبل إن ربيتهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عملك، وظيفتك اللي أنت فيها، إن وظفت هذا العمل في طاعة الله، هذا يؤمن مستقبلك. وهكذا يا عباد الله. معلش لحظة، تنتظروني لحظة؟ تمام. تعرفوا شو هذا؟ قطع قماش بيضة، مو؟ هذا الكفن، هذا الذي سنخرج به من هذه الدنيا فقط، هذا الكل سيلبس هذا الكفن، قطعة قماش. انظروا إليه، لا جيب فيه، ما في جيب حتى ترى تحط فيه أموال وذهب أبدا، ولا مفات، كله راح تتركه وراك. والله يا أخوان الأمر سريع جدا،
سنخرج من هذه الدنيا بقطعة القماش هذه إلى ذلك المستقبل. يعني كل شيء راح يترك ورانا، الزوجة، الأولاد، البيوت، رصيدك البنكي، كله مباشر أبدا بدون إذن ستتركه خلفك. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. شلون تنزل بطن أمك؟ بيحطوا لك هاللفلافة هي، وكمان لما تنزل ببطن الأرض راح يحطوا لك هاللفلافة هي. ولكن ستجد يوم القيامة ما أرسلته إلى هناك من الآن اللي عم ترسله هلأ، الصلاة، الصيام، الصدقة، طاعة الله عز وجل، بر الوالدين، صلة، هذا كله ستجده أمامك في القبر يوم الحشر في أرض المحشر. تأتي الصدقة فتظلل صاحبها اللي أنت كنت عم تصدق فيه، تجي هيك مثل غمامة وبتظللك في أرض المحشر، وتأخذ بيدك إلى جنة الله تبارك وتعالى. وهكذا أنا عم أضرب لك مثال. الأمر سريع يا أخوان، لذلك نعلق قلوبنا بالآخرة. شفتوا أكثر من 50,000 الآن عدد الوفيات بشو؟ بليلة واحدة وهم نيام، وكل واحد منهم كان عنده أمنيات وطموحات وتخطيط للمستقبل مباشر. أمر سريع جدا أيها الشباب. يا شباب عم نشوف غفلة، وربي عم نشوف غفلة، إيه بدنا نصحى؟ هذا الذي ينتظرنا عباد الله. كم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، كم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، كم من فتى يصبح ويمسي ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، كم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. يا غافلا عما خلقت له انتبه، جد الرحيل ولست باليقظان، يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطاني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خواتيمنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.